الأطباء العامون والأخصائيون المضربون عن العمل في موريتانيا يقررون تعليق إضرابهم لمدة أسبوعين من أجل منح وصباء قالوا إنه من خارج الحكومة فرصة للتفاوض، وذلك بعد شهر ونصف من الإضراب عن العمل باستثناء الحالات المستعجلة. ويقول الأطباء إن الوسطاء الذين لم يكشفوا عن أسمائهم قدموا لهم بعض الضمانات بعد التواصل بشكل مباشر مع الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز وتلقيه رسائل مكتوبة مفصلة حول الإضراب والمطالب. وأعلن الأطباء عن تكليفهم أعضاء المكتب التنفيذي لنقابتي الأطباء العامين والأخصائيين بالنقاش والتشاور خلال أسبوعي تعليق الإضراب من أجل إنضاج بنود الاتفاق الذي على أساسه ينتظر أن يتوقف الإضراب بشكل نهائي أو يعود لوقف العمل من جديد. ويطالب الأطباء بمجانية الحالات المستعجلة وزيادة رواتبهم وتحسين ظروف عملهم، إضافة إلى إشراكهم في الاستراتيجيات والخطط الخاصة بالنهوض بالقطاع الصحي بالبلاد. وكانت وزارة الصحة قد أعلنت إقالة عدد من الأخصائيين المضربين من رئاسة الأقسام ببعض مستشفيات الداخل، كما قالت إدارة مركز الاستطباب الوطني نقيب الأخصائيين من رئاسة قسم الأمراض الباطنية داخل المستشفى. وكان المضربون قد أعلنوا عن نيتهم الدخول في إجراءات تصعيدية في حال صعدت السلطات ورفضت التعاطي مع مطالبهم، من ضمنها الاستقالة الجماعية من رئاسة الأقسام على مستوى المستشفى الوطني وحصر الحالات المستعجلة في مستشفى واحد وبشكل دوري وإلغاء عقود العمل التي تربط الأطباء المدنيين بالمستشفى العسكري. وكانت نقابة أطباء الأسنان قد التحقت بالإضراب الذي نظمته نقابتا الأطباء العامين والأخصائيين، كما أودعت بعض النقابات الصحية الأخرى إشعارات بالإضراب في حال لم تتعاطى الجهات الرسمية مع مطالبهم التي توجد بحسبها لدى وزارة الصحة منذ بعض الوقت.